ليه ارتباط فيه في تلتزم بالنواحي الأمنية ويبقى عندنا التفكك الكامل، لأن دول اللي هينجح منهم هيبقى عضو في البرلمان المصري اللي هو السلطة التشريعية اللي هو هيشرع، والقوانين هتطلع من تحت إيديهم منقبة إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. التزام وظهورهم بمظهر حضاري وسلوك قويم ومستقيم حتى تتم العملية في هدوء ودون ما شغل ولا أي شيء آخر يفسد العملية. الالتزام الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، وإن شاء الله عندنا أمل في الله سبحانه وتعالى بجهود مصر ورجالها المخلصين وقياداتها المخلصة الكرم التي تعرف الله سبحانه وتعالى، أن يتم هذا الاستحقاق في أمن وأمان وسلام إن شاء الله رب العالمين.